13 ضابط على حريات الناس فيما يخص الحفلات وإقامتها وتوقيتها. بعد 10 سنوات من هذا التاريخ يا معالي الوزير، ماذا جنت الدولة الكويتية من هذه الضوابط اللي أقريتوها لحماية وزير أو لاسترضاء تيار؟ ماذا جنينا منها؟ جنينا منها الإغلاق داخل البلد، جنينا منها الهجرة الأسبوعية من البلد علشان الناس تروح تونس في مكان قريب أو بعيد، جنينا منها أن الشباب ما عندهم شيء، قاعدين يحوسون بسيايرهم ويشفطون ويقعدون يمشون شارع الحب مثل ما تعترضون عليهم الآن.